نعبد أصناما، ومش بس نعبد أصنام ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده. ايوه ما انتوا بعض معها لكوا حق، لانها ملعيش تكليف بلطجة واخد حظ نفسك زي تعمل اللي تعمله وبعدين بلاك اله. قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدل بقى، قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عملوا ايه واللي ما عبدهمش عملوا ايه؟ طب ان كان بقى المسألة زي ما بتقولوا كده، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلوا. الله، اذا انتم بحكمتوا في عقلكم، احنا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم ايه مقتدون. نقول له تعالى بقى، متى ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون ما كنتش تقيت في حياتك ابدا. اشمعنى الحته دي هي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح كليه كذا، يقول له لا انا عايز اروح كامل كذا، يقول لك انا عايز اعمل كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حته الدين قلت اه لانه بلطجي زيك؟ لا دين ولا تكليف، ايه فيها احسن من كده حاجه؟ دين ولا مش تكليف؟ نعم فالطجع. او ينفع لكم ان قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اذا ما شغلتش عقلك. لو انت شغلت عقلك ونشوف تسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. ما تمسحش اباءك، انتوا هم مالهم يا سيدي؟ فانهم عدو لي. ده دليل بانه عدو لي، لانه هيعملوا في ايه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمراء في خيلهم يركب، انا عدو لهم مش عبيد، شوفوا هيعملوا في ايه. ولا هيعملوا حاجه، فانهم عدو لي. هنا بقى كلمة عدو احنا قلنا زمان فإنهم دي جماعة مش كده، وعدو مفرد كان القياس السطحي فإنهم أعداء لي. قال لك لا، أصل المسألة في الدين كلها أمر واحد، إنما قد تكون العداوة في أمور الدنيا متعددة الأسباب. أنا بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا، إنما اللي في الدين عداوة إيه؟ على قلب رجل واحد، هو حاجة واحدة. ولذلك هناك ايه؟ واذكروا نعمة الله عليكم ايه؟ اعداء. ما انت معادي ده عشان كذا، ومعادي ده عشان كذا، ومعادي ده عشان كذا، وانت متعددة. انما في مسألة الدين حاجة واحدة ولا لا؟ ولذلك انتم افتكروا نهار ما كنا بقول لا جناع عليكم ان تأكلوا ايه؟ من بيوتكم ايه؟ او بيوت ابائكم او تكونها كلها جمع، او اعمامكم وعماتكم وخالاتكم وجيها عن او صديقكم. كان القياس يقول ايه؟ او اصدقائكم. ما قالهاش. ام قال لك لان الصداقة هتبقى انت عددت كده وبقت اصدقاء، يبقى كل صداقة لها سبب. انما يشترط في الاصدقاء كلهم لرجل في الله يبقى صداقة واحدة. ما تتعددش دي ابدا. نعم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. أنا أعلنت أنني معاديكم، وما دام أعلنت أنني معاديهم يبقى إن كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني، ومع ذلك أعلن أن هو إيه؟ عدوهم. وفضل إبراهيم هو إبراهيم، والدعوة بتاعته نجحت ونجح وهو إلى آخره. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا أغبياء يا اللي بتعبدوا الأصنام، تعرفوا أن العبادة لها أسباب وحيثيات. بتعبد ربنا ليه؟ لأنه خلقني من عدم، ولأنه أمدني من عدم، ولأن عمل قانون صيانة افعل كذا وكذا، وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفعه عائد على مين؟ يبقى ده اللي يستحق أنه يعبد. واحد منهم عمل حاجة من دي؟ لا. فبيجيب حيثيات العبادة بقى، ما هي حيثياتها؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. اللي خلقني
فهو يهدي. ايه حكاية ايه القضية دي؟ خلقني فهو يهدي، خلقني اوجدني بمعنى، ولما اوجدني اوجدني لغاية، وما دام يوجدني لغاية يبقى يعمل لي قانون صيانة اللي احنا بنسميه كتالوج في صناعة البشر. شفت شو واحد عمل صنعة ولا عمل لهاش كتالوج؟ شفت واحد عمل حاجة وبعدين قال شوفوها تنفع في ايه؟ مش مشيها بوتاجاز ولا مشيها تلاجة ولا مشيها تلفزيون؟ ده قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد غايتها. يبقى الصانع من البشر قبل ما يعمل حاجة بيعمل ايه؟ بيحدد الغاية، انا بعمل كذا. وبعد ما يعمله يقول بقى علشان المستهلك بقى واللي هيستعملها ينتفع بيه هذا الايه؟ الكتالوج. تبقى كذا وكذا ويعمل كذا وودي كذا، ولما يحصل فيها خلل اوعى تلعب فيها، وديها لمين؟ للمهندس اللي عارف تركيبه وبتاع. يبقى انا لما احب اخد قانون صيانه اخده من مين بقى؟ من الصانع. من الذي صنع الانسان؟ يبقى انا اخد قانون صيانته منين؟ بقى هو يخلق وانتوا تعملوا قانون صيانه لكم؟ بقى اقول للجزار اعمل لي قانون صيانه للتلفزيون؟ مين اللي قال الكلام؟ لا، يبقى اللي يوضع قانون صيانه مين؟ يبقى هذا الكلام الهو. الذي خلقني إيه؟ فهو يهدي. خدوا بالكم هنا بقى، الذي خلقني من عدم يبقى يعمل لي كتالوج، والذي كذا ودي كذا، والذي هات استبقاء الحياه بقى بعد ما خلق، امدني من عود، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت والذي يميتني. شوف الفرق، شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني، الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحيي، شر هو دي خالص. ليه جاب هو هنا وما جابش هنا؟ هنا هو، لأن هو دي ضمير فصل يؤتى به للتأكيد. يقول أنا فلان زارني، هو بعينه هو، هو بعينه، يبقى هو دي جاي إيه؟ الإيه؟ يقول لك هو بعينه، ده فلان، يقول لك إيه فلان، هو، يقول لك هو بس، الله، يبقى كلمة هو دي بتيجي ليه؟ عشان تأكد الخبر. طب هو أنت تأكد الخبر على طول كده؟ ولا تأكيد الخبر ده من سبب تأكده ليه؟ تيجي لواحد كده في أول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زارني امبارح. لا، طب بتحلف ليه؟ هو انت وانا كنت كذبت؟ ده انت لسه بتقول الخبر. انما القياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ، يقول لك والله فلان زارني بالامس، يقول لك فلان ثاني شيخ والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التأكيد يجي على درجات الإنكار، إنما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح حالك. إنما تحلف إمتى وتأكد إمتى؟ لما المخاطب يكون بينكر. فالأشياء اللي المخاطب قد ينكرها أو يدعيها لغير الله يأكدها بقوة. أسبق الذي خلقني ما قالش يهديه، بدليل إن البشر بيعمل قانون لهداية تقول له اعمل كذا واعمل كذا، والقانون الفلان والقانون، فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال لا، الذي خلقني فهو هو بس اللي يهديه، لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتدعى. طب ما الشيوعيه عملت والراسماليه عملت والوجوديين عملوا والبعثيين عملوا. يقول لا، الذي خلقني ما قالش يهديه لانها قد تدعى. طب والذي هو يطعمني؟ ام قال لك لان ابويا اللي بيجيب لي الاكل واللي بيجيب لي الشرب، ففي شبهة ان ابويا هو اللي ايه؟ قلت لا يا حيلك، مش ابوك ربوني، لان ابوك جاب لك من السوق، والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعه، والمزرعه اسالها كده قول لها جابته ازاي؟ ربنا ولدها. يبقى اذا كل ما يمكن ان يكون فيه شبهه انكار ناكده بايه؟ بهو. يبقى الذي خلقني فهو يعني، والذي هو يطعمني لان في شبهه ان ابويا اللي بيجيب لي. طيب، واذا مرضت هو اللي يشفي. امال بنروح للدكاتره يقول له افهم كويس،
الدكتور يعالج، انما مين اللي يشفي؟ يبقى الله. فاوعى تقول الدكتور ده، بدليل ان مره الدكتور يروح ويدي حقنه كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المساله، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى اذا مريض طول هو المرة هون اللي بعمله. انت لما بتيجي في يقول لك اعرف مريضته، تقول مريض فعل ماض، مش كده؟ والتيه فاعل بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان، اعرف مات فلان، مات فعل ايه؟ وفلان فعل، وفعل اللي عمل الموت. أم قال لك ما هو يجب أن تتنبه إلى أن الفاعل مش هو اللي فعل الفعل، الفاعل من فعل الفعل أو اتصف به، الفاعل من فعل الفعل أو اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني، لأن ما فيش حد ادعى يقول لك ما في واحد يقتل واحد يقتل. أم قال لك ده مش موت، ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غير ما اقطع له مخه ولا اقطع رقبته ولا امنعه القتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله، فان مات او قتل. يبقى القتل غير الموت يا حبيبي، القتل غير ايه؟ لان الموت انه يموت كده واجزاءه سليمه، اجزاءه ايه؟ سليمه. وبعدين الاجزاء تتبعتر بعد الموت، انما انت تضرب راسه وتسكن مخه يموت. يبقى هدم البنيه اولا وبعدين الموت يجي، انما دفع الموت يجي اولا وبعدين هدم البنيه يتوزع بقى. يبقى فهمنا ما حدش قال انه بيموت. ولذلك لما جادل ابراهيم الم تر الى الذي حاد ابراهيم في ايه؟ في ربه ان اتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قاعد يحاج ابراهيم، ايه عمل ايه؟ قال ابراهيم فان الله ايه؟ قال ابراهيم ربي الذي يحيي. ام قال له انا احيي واميت؟ قال له ازاي بقى؟ قال له انا خلي واحد كده وامر بقتله. طيب وبعدين اعفو عنه. قال له طب انت ما موتوش، انت قتلته، انت ايه؟ قتلت. فمش الممنوع ان تقتل، الممنوع انك تموت وهو قاعد مفروح ظلم بدون ما تعمل اي حاجه. قال الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في صفصفه، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده، ربي بيجيب الشمس الى المشرق، اسالنا من المغرب انت بقى وفضل. طب وانت الذي كفر هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل؟ ما نجيب حاجه ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا يأكده بايه؟ بهو. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتأكيد انما يأتي لان المخاطب بتاعك فيه شبه انكار. اقرأ في سورة ياسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا اصحاب الايه؟ القرية اذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين أمكذبوهم، قلنا نبعت ثلاثة. إذا لما بنزود البتاع لما إيه؟ لما كذبوه. أرسلنا إليهم اثنين فإيه؟ فعززنا بإيه؟ قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم إلا تكذبون. يبقى لجأ في الإنكار وقال. يقوم شوف بقى زود ايه؟ قال ربنا يعلم، ده قسم، انا اليكم لمرسلون. كم حاجه تاكيد؟ كذا تاكيد. ليه؟ لان في انكار. اذا لا يؤكد الشيء الا اذا كان فيه ايه؟ ويؤكد تاكيدا يناسب الانكار. لما كذبوهم جاب ثلاثه، كذبوا اثنين جابهم ايه؟ وقالوا انا اليكم، لا ما قالوش لمرسل، قالوا انا اليكم مرسل. قد الانكار، ارضكم جد ولا ما فيش؟ انتوا بشر مثلنا وما انزل الرحمن شيء، انتوا كذابين. شوف بقى، قال ربنا يعلم ان ايه؟ لا مرسلون، مش مرسلون. نعم. فهنا بقى
يبقى الاله الذي يجب ان يعبد له حيثيات. ايه الحيثيات الاولى؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت هو يشفيني. طيب هو المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، امال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينسب الشيء اللي ظهره شر كده الناس. واذا مرضت فايه؟ فهو ايه؟ يشفي. والذي يميتني، شوف بقى قال ثم يحييه، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييه، قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر ايه؟ مسافه طويله. اماته فاقبره، لان القبر بعد الموت على طول. ثم اذا شاء انشره، يجيب ثم بقى هنا بقى ايه؟ والذي يميتني ايه؟ ثم يحييه. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيدي ابراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا امه، واللي بيقول ان ابراهيم ابتلاه ربه بايه فاتمهن، قال له يوم يقول اطمع، قال لك هو ادب مع الله وهدم لعمله، لانه مهما عمل دون ما يستحق الله. فانا اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثية الألوهية لتعبد، وبعد ذلك طلب من الألوهية التي تعبد مطلوباته بقى. ليه؟ قال لك لأن ما دام قلت هو خلقني وهو يجيني، أقررت بنعم الله علي، ولما أقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صفية. لما روح بقت صفية وأجهزة سليمة نقول له أنت أهل لأن تناجي ربك بالدعاء، إنما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعيلي. هو أنت عرفت النعم اللي أنا عملتها إيجاد من عدم وإمداد من عدم وكذا وكذا، وبدل تيجي تدعيلي من غير حاجة لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون ايه؟ اعترف بنعمه اولا عليه السابقه، يقوم لما يطلب اللاحقه يبقى له حق ولا مش حق؟ انما ما ذكرش لله نعمه سابقه وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مالكش حق، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل، تبقى بيت صافي واديت. لان لا من عالم من عمل بما عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، يقول له انت مامون على ما تعلم، فخذ من عندي، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ساعه ما تتقي ربنا ونفسك تصفي كده تلتفت تلاقي المشاكل ايه؟ كل مشكله تيجي يبقى حلها ربنا، يديك النور. ليه؟ لان انت عملت رصيد من ايه؟ من صفاء الاخلاص والنجوى الى الايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. فبعد ما خلقني فهو يهدي، وهو يطعمني ويسكن، واذا مرضت فهو يشفي، ويميتني ثم يحييني. مش كده؟ ابتدى يدعي بقى. ابتدى ايه؟ بعد ما عمل ايه؟ ولذلك الناس الناصحين يقول لك انا لما جاء ربنا انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك، مش كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته اضعاف ما اعطي السائلين. ليه؟ لان السائل انما سال بمقدار علمه في الخير، واذا لم يسال وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول له اوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا ايه؟ انت عايز ايه؟ انا رايح مثلا البلد الفلاني يجيب لك ايه؟ يقول لك هات لي كذا وكذا 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 وكذا، خلاص هو حدد المطلوب له بعلمه. انما انت رحت بقى لقيت حاجات تانية وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجالب ولا قلل ايه؟ هات اللي تجيبه دي بتاعت ربنا. نعم.
ربي شفت دعا بايه بقى؟ ما دعاش بحاجه من الدنيا خالص ابدا. ربي هب لي حكما. ما معنى في حكم وفي حكمه؟ الحكمه وضع الشيء في موضعه. طب والحكم؟ الحكم ان تعلم الخير اولا ثم تعمل بما علمت ثانيا، والا تبقى يعني خدت العلم كده ايه حطيته في المتحف. يقول له لا، الحكم ان تكون ان تعلم الخير وبعدين تعمل ايه؟ تعمل باللي علمته فيه. ادي رب هب لي حكما. مش كلمه هب لي، يمكن انا يا رب ما استاهلش، ما عملتش حاجه تستاهل انك تديني، فخليها هبه من عندك. نعم. والحقني بالصالحين. الحق جزاء ولا الحق ايه؟ يقول له وديني للصالحين كده يعني، ولا الحقني بالصالحين يعني بايه؟ بحسن تاتيهم لسبل الخير التي تعلمها. الحقني بهم في العمل مش الجزاء، عشان يجي الجزاء زي ما هو. واجعلني لسان صدق. ايه لسان صدق؟ اللسان ده احنا نعرف انه هو وسيله التعبير. ومعنى لسان صدق يعني ايه؟ يعني ذكرا حسنا يذكر بحق، يذكر بصدق. مش لما نعمل بقى ذكرى الواحد نقعد نكذب ونقول وعمل وعمل وعمل، لا. يبقى لسان صدق يعني ايه؟ يعني نثني عليه ايه؟ ثناء صادقا، مش نثني عليه بكلام كذب. وكلمة صدق دي يقول لك ايه؟ اتكلم الكلام اللي له واقع يسنده. يعني معنى الصدق انه يكون له كلام يناسبه ايه؟ يناسبه واقع. ودي وردت في القرآن كتير في أمهات الخمس. يقول لك مثلا ايه؟ أخرجني مخرج صدق، وأدخلني برضه، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني إن دخلتني بحاجة خليني أدخلها بإيه؟ بصدق مش بغش. ولما تطلعني منها طلعني برضه منها بإيه؟ بصدق. طيب وقال إيه؟ لسه. وبعدين إيه؟ هي إحنا كنا بنرتبها كده حسب حروف الإيه؟ الأبجدية. نمسك الأول أخرجني مخرج صدق، وبعدين بعدها الدال الاولى وادخلني مدخل ايه؟ وادخلني مدخل صدق. وبعدين نيجي في الله في اللام والميم. اللام قبل الميم ولا الميم الاول؟ لام ميم. يقول لك لسان صدق الاول مش كده؟ وبعدين ايه؟ مقعد صدق عند ربنا مش كده ولا لا؟ اذا كل حاجه صدق صدق صدق. الخمسه اخرجني مخرج صدق، ادخلني مدخل صدق، اجعل لي الايه؟ لسان صدق، اجعلني مقعد ايه؟ وايه الخمسه ايه؟ اجعل لي لسان صدق في الاخرين وما خلص. وعد الصدق الواو الاخرانيه ايه؟ وعد الايه؟ وعد الصدق. نعم يا سيدي. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني مش بس ابقى موفق في حياتي بل اتركه اثرا طيبا يذكره بعدي. لأن لما أعمل أثر طيب يذكر بعدي كل عمل عملته والناس تعمله يبقى لي عليه إيه؟ يبقى لي ثواب الأسوة. نعم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. تبقى انتهى للآخرة، بقى اداله حاجة في الدنيا خلاص، واداله حاجة بعد ما يموت، وبعدين اداله حاجة بعد ما إيه؟ بعد ما يروح إيه ورثة إيه؟ جنة الإيه؟ النعيم. وما بعدين انتقل ساب ناس ذاته بقى، وساب مين اللي رباه؟ واقف اللي قاله الاصل في الايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى صحيح هو اللي خلقنا، انما جعل من الابوين سبب ووسيله في خلقه. يبقى اذا فيه خلق اولي وفيه خلق ثاني. ولذلك ربنا لما قال اعبدوا الله ولا تشركوا ايه؟ قال وبالوالدين احسانا. لان ده كان الوجود الاعلى والتاني الوجود الايه؟ اللي هو بعده. يبقى لما الواحد بيعبد ربنا يبقى بعده ايه؟ الوالدين، لانهم سبب في الايه؟ في الجنه. بس بعده الوالدين صحيح لانهم سبب، السبب الشائع
اللي هم اللي ايه اللي هم جابوني وقد يجيبوني ولا يتعهدوش ليا بالتربيه. يمكن يكونوا ما مش معتنين بي وغيري هم يربيني. قال لك اعتبرها برضه ثلاث مراحل: ربوبيه خلقت من عدم مش كده، وابوه جاءت باسباب، وابوه ربت. ولذلك جت الحيثيه اللي هناك قال ايه: وقل رب ارحمهما، مش لقال لهم ابوين بس، كما ربياني صغيرا. يبقى لو ان غير ابويا رباني يبقى له هذا الحق ولا ملوش هذا الحق؟ لانه جابها بالحيثيه. نعم. نشوف بقى: رب هب لي حكما اعلم الخير واعمله بالخير. اجابه الله ولا ما اجابوش؟ نشوف كده اجابه ولا ما اجابوش. اجابه: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. شوف بقى الملكوت، احنا قلنا زمان الملك ما يحاسب، والملكوت المخلوقات التي لا تحاسب الاعلى. يبقى اجابه لده والحقه بالايه؟ الاخلي بالايه؟ بالصالحين. وبعدين ايه؟ برضو اجابه لها ولا ما انه كان من الايه؟ من المحسنين. طيب يا سيدي: واجعلني من ورثة جنة. طيب، والى لقاء اخر.